أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن مقتل 5 من عناصر الشرطة العراقية وإصابة 6 آخرين في تفجير انتحاري على تجمع للشرطة العراقية في المحور الغربي من ناحية الصينية غربي مدينة بيجي. وأضاف المصدر أن 3 عناصر من مقاتلي الحشد الشعبي قتلوا وأصيب 4 آخرون في سقوط 11 قذيفة هون على تجمع لقوى الحشد في قرية السلام جنوبي المدينة.